في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية مهرجان الجنوبي العائلي، والذي يقام في المنطقة المقابلة لشارع 16 من ديسمبر بالقرب من استاد البحرين الوطني، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين والإعلاميين وجمع كبير من المواطنين من أهل المحافظة الجنوبية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة أن الاحتفال بالأعياد الوطنية يشكل مناسبة سنوية لتجديد الولاء لقيادة جلالة الملك المفدى، وشدد سموه على أهمية الاستفادة من الأجواء الوطنية التي ترافق هذه الاحتفالات الوطنية في تنمية مشاعر حب الوطن من خلال التركيز على ما تحققه البحرين من مكتسبات وإنجازات وطنية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى ودعم سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد. وأكد سموه على دور المبادرات والبرامج التي تقيمها المحافظة والمتزامنة مع الأعياد الوطنية في بث المشاعر الوطنية في نفوس المواطنين بمختلف أعمارهم، وأن المحافظة الجنوبية تشارك في هذه المناسبة الغالية هذا العام بالعديد من الأنشطة الاستثنائية المتميزة التي تهدف إلى تجديد هذه المعاني النبيلة في وجدان المواطنين. ونوه سموه إلى أن مهرجان الجنوبي العائلي يضم العديد من الفقرات والأنشطة التي تعزز من الترابط والتواصل المجتمعي وتسلط الضوء على التاريخ الحضاري والتراثي الزاخر للمحافظة الجنوبية بمختلف مناطقها، وهو ما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين. أعرب سمو المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات الرسمية والشعبية المشاركة في المهرجان على اهتمامها بنجاح المهرجان وضمان خروجه بالشكل الذي يليق بأهمية المناسبات الوطنية، موجها سموه الدعوة إلى جميع المقيمين والمواطنين لحضور المهرجان والاستمتاع بما يشتمل عليه من فعاليات وطنية واجتماعية وثقافية متميزة. يشارك في المهرجان والذي يقام من 14 إلى 16 من ديسمبر الجاري نحو 30 جهة من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية، كما يتضمن العديد من الفقرات والأنشطة الترفيهية المنوعة والتي تستهدف تعزيز الانتماء الوطني وزيادة التواصل بين أبناء المحافظة الجنوبية. أولاً أنا سعيد جداً اليوم بالتواجد في مهرجان المحافظة الجنوبية تزامناً مع العيد الوطني المجيد وعيد جلوس سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. لا شك المحافظة الجنوبية حريصة أن هي دائماً تكون متميزة بالاحتفالات اللي تنظمها، والاحتفالات تعكس طبعاً حبنا وانتمائنا للوطن، ولا شك أن المهرجان حظيظ بمشاركة العديد من الجهات العالمية والألعاب اللي أول مرة تشارك عندنا، فمعنى ذلك أن لله الحمد المهرجان مميز بكل المشاركين، واحنا دائما نهدف الى التميز في المحافظه الجنوبيه واحتضان مختلف المناسبات والمبادرات الوطنيه.